مرحبا بدمشق الياسمين، اهلا وسهلا باسمه موفق العمري، مبروك التكريم، الف مبروك. حصلت الدكتورة باسمة موفق العمري من دمشق الياسمين على جائزة التسامح الدولية والنوايا الحسنة من أوسلو النرويج في الملتقى العربي الأوروبي للسلام العالمي وحقوق الإنسان والقانون الدولي، بالتعاون مع مركز ميثاق الدولي برعاية جامعة أوسلو الدولية للدراسات والبحوث والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بعاصمة الثقافة إمارة الشارقة. حصولي على جائزة التسامح الدولية من المركز العربي الأوروبي لعام 2019 هو تكليف بالإضافة إلى أنه تشريف، بعد حصولي على وسامين للسلام العالمي عبر عامين متتاليين. كنت وأهدي هذا التكريم إلى بلدي الحبيب سوريا، وأتمنى أن أعود إلى أرضه وأمارس تعزيز هذه الثقافة في كل الأجيال القادمة، لنكون بلد السلام والنقاء كما كنا دائما. كان لي مبادرات كثيرة في خدمة شرائح المجتمع وتدريب الأشخاص على التعايش السلمي وزرع المحبة والسلام من خلال سواء الدورات التدريبية أو غرس المبادرات التطوعية التي كنت أقوم بها في مختلف المجالات في دولة الإمارات، وكذلك تأسيس مبادرات خاصة بالمرأة لتأهيلها على هذه الأسس، حيث أنها هي الداعم الأساسي لبناء الأجيال. الحضارة لا تقوم إلا مع الآخر، والتعايش والحوار هو أسس سليمة لبناء مستقبل يملأه المحبة والسلام. فأنا حملت هذه الرسالة على عاتقي أينما حللت، وإن شاء الله أستطيع تحقيقها في أي مكان أكون فيه، حتى نعود إلى سوريا ويعني نقدم لها كل الدعم ونساعد في غرس هذه الصفات التي شربناها من دمشق الياسمين. الجدير بالذكر أن الدكتورة باسمة حاصلة على وسام السلام العالمي في عام 2016 من الأمم المتحدة، وسفيرة للإيجابية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ناشطة اجتماعية وإنسانية بامتياز، وتعمل على دعم كبار السن والطفولة بشكل ملحوظ، كما أنها مؤسسة مبادرة كوني أنت، البرنامج المتخصص بتمكين وتطوير المرأة المستمر ولها باع طويل في نشر ثقافة التسامح والتعايش مع الآخر ونبذ العنف والتنمر المدرسي منذ عام 2013، وتم اختيارها ضمن أهم 100 شخصية مؤثرة في الوطن العربي من مصر القاهرة. كما حازت الدكتورة باسمة على شهادة مدربة مؤثرة من منظمة هيوستن العالمية، وهي متطوعة في عدد كبير من المنظمات المجتمعية، ولها مشاركات متميزة في كل المجالات الإنسانية، كما تعتبر عضو في الرابطة العالمية للإبداع والعلوم الإنسانية كباحثة ومؤلفة. مبروك لسوريا، مبروك لسوريا الحبيبي، ألف مبروك. مبروك للدكتورة باسمة.